مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقة نهاية الأسبوع من الحياة. اليوم حلقة مميزة جدا، خليني أبدأها مع حضراتكم النهاردة باستقبالات السيد الرئيس، استقبالات من أوروبا، استقبالات من أفريقيا، اختلافات مختلفة في الملفات الدبلوماسية المصرية. الرئيس استقبل وزيرة خارجية فرنسا، والرئيس استقبل أيضا رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية. اللقاءين كان فيهم حديث عن ملفات عديدة وحاجات مهمة جدا، ولكن النهاردة أيضا هنتابع معاكم في الحلقة اتجاهين مختلفين. النهاردة الحلقة هنقسمها، هنتابع ما يحدث في ليبيا، وهنبدأ معاكم الاحتفال باليوبيل الذهبي لـ6 أكتوبر. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير الهام للقاءات الرئيس، ونرجع ليكم تاني الحياة اليوم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة تريزا إيفوا أسانغونو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والسيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ، مشيدا بالعلاقة الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، ومشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستويين الثنائي أو القاري، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية وصون السلم والأمن القاري. من جانبها سلمت رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس أوبيانغ، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتثمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الأفريقي المشترك. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وخلال اللقاء تمت الإشادة بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي، كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف، حيث ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أيضا ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية، خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل. وقد تناول اللقاء أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها
مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لا سيما في السودان وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل، حيث أكد السيد الرئيس مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل. التدريب المصري الأمريكي المشترك، النجم الصاعد 2023، أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023، بمشاركة 19 دولة، وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرون وباكستان والهند، ومشاركة 15 دولة بصفة مراقب، وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا. التدريب المصري الأمريكي المشترك، النجم الساطع 2023. نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 إحدى الأنشطة التدريبية البحرية، حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التي يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب، كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة. بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوي والبحري والإسقاط المظلي. وتنفيذ قصف جوي ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام. كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المعادي. ظهر خلال النشاط التدريبي المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول، والقدرة على إدارة مهمة مشتركة باحترافية عالية.
حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب، وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين. عدنا لحضراتكم مرة تانية. الجزء الأول من حلقة اليوم أنا هخصصه للحديث عن ليبيا. أولا الكارثة الإنسانية اللي تعرضت لها ليبيا داخلة زي ما توقعنا بالأمس، داخلة في مراحل متقدمة للغاية. الكارثة الإنسانية اللي تعرضت لها ليبيا، ما أعتقدش أن في دولة عربية تعرضت لها يعني في التاريخ القريب بالنسبة لنا، خاصة إنها أعصار. الوضع الآن في دارنا الحمد لله، الحمد لله، هو أعلنوا عن اكتشاف وإنقاذ 510 شخص من تحت الأنقاض أحياء، قدروا إن هم ينقذوهم. ولكن الوضع العام إن عدد الضحايا قد يصل إلى أكثر من 15,000 ضحية، وقد يصل إلى 20. ودي تصريحات احمد امادور نائب عميد بلدية درنة الليبية. عايز اقول لكم ان درنة كان فيها مكان مجرى سيول، وكانوا عاملين سدود، ولكن السيول دخلت اقتحمت المدينة واخدت المدينة كلها الى البحر. القضية الان نحن وصلنا الى مرحلة ان المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية وبيقول ان احنا داخلين على ساعات قد يتم فيها اعلان المدينة موبوءة. موبوءة لان تخيلوا حضراتكم ان انت ممكن تلاقي 5,000 او 10,000 جثمان بقالهم 4-5 ايام في العراء ومتواجدين ومتنافرين في انحاء متفرقة، دون ان يكون هناك فرق مستعدة بتتحرك على الارض سواء للدفن او لأن هي تقدر تطهير المناطق المختلفة. عرفتوا ليه قيمة التدخل المصري بالقوات المسلحة والمعدات المصرية اللي بدأت تتوافد إلى ليبيا لمساندة هذا البلد وهذا الشعب في الكارثة الإنسانية الكبيرة جدا، أبعادها هتكون ضخمة للغاية. هو ده الدور المصري. ولكن في وسط كل هذا الكلام الأسئلة واللي جت لي بالأمس كده، إن هو احنا ايه اللي احنا شفناه ده؟ وهل ده سيتكرر مرة أخرى؟ وهو أيضا مرة أخرى الناس بتسأل هو ايه اللي حصل ايه القوة الرهيبة للبيئة دي اللي ممكن تخش تدمر بهذا الشكل في وقت ما زادش عن ساعات؟ بإعصار ودخلت عملت هذا الدمار الشامل والكارثة الإنسانية. ضيفي في هذه الفقرة الدكتور مجدي علام، مستشار المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب. أهلا بيك معايا في الحياة اليوم. اهلا وسهلا. 15,000 قتيل، ده يعني اوليا هو بيقولوا قد يصل الى 20,000 وقد تزيد عن هذا، هما لغايه دلوقتي ما عندهمش احصائيات. هذه القوه الرهيبه اللي ضربت، قول لي هل احنا مستعدين في الدول العربيه لهذا التغير المناخي، ان احنا فجاه نبص نلاقي حاجه داخله لنا كده؟ عايز اقول لحضرتك انه بفكر الناس بتسونامي اللي حصل في جنوب شرق اسيا. ده صحيح. وهذا ليس ببعيد يعني. تسونامي في جنوب شرق اسيا بدا بزلزال في قاع البحر. ودي برضو كانت ظاهره عجيبه جدا، لان في زلازل كتير بتحصل ولا نشعر بيها ولا تمتد لسطح الكره الارضيه. برضو هرجع اقول في التسونامي ده الميه والزلازل دخلوا لمسافة 700 كيلو متر على الأرض. شوف العمق جاي منين، الزلزال جاي من قاع البحر وعمق التأثير وصل ل 700 كيلو، طبعا ابتلع مدن بكاملها يعني. فهل ما يطلق عليه الاكستريم ايفنتس أو الظواهر الجامحة الذي بدأ العلماء من 25 سنة يحذروا أن شيئا ما قد تغير في كل النظم البيئية، وهذا النظام البيئي المعدى بالمناخ حدث فيه تغير حاد جدا. والتغير الحاد ده ان حضرتك تلاقي اولا الاربع فصول اختفى منهم فصلين، لا في ربيع ولا في فصل خريف.
ولا في شتاء، ولا في شتاء، في وسط الشتاء يحصل حاجه انترميتنت كده اللي هي في وسط الشتاء يجي ايام دافيه وتيجي المانجا بتاعتنا في الاسماعيليه تقع لانه البرد جالها في عز الحر، ففي اضطراب في المناخ دي ما فيهاش فصال، وفي غليان في الكره الارضيه زي ما قال سكرتير عام الامم المتحده برضه ما فيهاش فصال. انا بس عايز الفت النظر للزلزال اللي حصل في المغرب. تمام يا فندم. واعقاب الزلزال اللي حصل في المغرب بدات تسهل في الظاهره بتاعه البحر، طيارات البحر العنيفه اللي بان اثرها في ليبيا. لكن هل معنى كده حضرتك بتربط ما بين زلزال المغرب وما حدث في ليبيا؟ ايوه، ولان انا هقول لك هو مش معنى تونس، مش معنى تونس والجزائر ما حصلش فيهم حاجه انه ما كانش حاصل فيهم، لا بتحصل، بس بتحصل تحت الارض، يعني الطبقات الارضيه بتعيد تركيب نفسها وبتعيد ترتيب نفسها. الزلزال بتاع المغرب كان عنيف والضحايا بتاعته عددها عدى ال 5000 وال 6000 وال 7000 وبيوت بالكامل اتدفنت. على فكره ده من اعنف مناطق الزلزال اللي حصلت في القاره الافريقيه منذ اكتر من 200 سنه. من 200 سنه ازاي اذا كان انت عندك اغادير كان في المغرب ايضا دمر المدينه بالكامل؟ لا انت بتتكلم في مش 200 سنه، لا ما هو المغرب عرضه للزلازل لانها ضمن الحزام بتاع الزلازل في المنطقه دي بالذات يا فندم. ولانه حمل المحيط الاطلنطي، حمل المحيط الاطلنطي يختلف عن اي حاجه، لازم يعمل زلازل. انا عندي كتله مائيه ضخمه وعلى يميني وعلى شمالي شاطئ، شو يعني ليس يمنع ان حركه الكره الارضيه تتحرك سنتيمترات يقوم الايه التقل بتاع الميه يزوده اكتر. لكن لازم نربط ما حدث في تركيا بما حدث في المغرب، شوف فين وشوف فين، وحدوث تركيا والمغرب وما بينهما سواء كان جفافا او سواء كان اعاصير او سواء كان زلازل، هي كلها ظواهر تغير مناخيه عنيفه جدا. احنا بنسميها اكستريم ايفنتس، يعني جامحه. جامحه دي يعني بتشيل اللي قدامها مره واحده كده تبص. على فكره عايز ادي لحضرتك مثال، حضرتك روح دلوقتي على منطقه مطوبس ومنطقه رشيد، الرياح والاعاصير عنيفه بشكل غير عادي، وحتى في شواطئ اسكندريه جزء كبير بقت الرياح ليه عملوا بقى الحكومه الكتل الخرسانية الضخمة دي حماية الشواطئ اللي كلفت الدولة 750 مليون دولار، لأن الشاطئ اتاكل الرملة، النحر احنا بنسميه النحر، الموج نحر الرملة، فالناس تيجي ما تلاقيش الرملة، فتضطر وزارة الري تعمل تدبيش وتعمل الرملة مرة أخرى وتبتدي تعمل حواجز حتى لا يعني يحدث انهيار مرة أخرى في هذه الحواجز اللي هي حواجز بتمنع عنف المية اللي داخلة على الإسكندرية. فأنا عايز أقول هي حتة واحدة من أول المغرب، يعني هي حتة واحدة هو العالم كله، العالم كله حتة واحدة بالظبط كده، بس احنا في أفريقيا الجزء ده عندنا اتحرك أكتر من الجزء الجنوبي. يعني مثلا أنت هتلاقي الناس في جنوب أفريقيا طالعة فوق أو في جبل كلمنجارو أو طالعة تبص على السحب من فوق الجبل في جنوب أفريقيا، ما حصلش فيها هزات. طب هل ما حصلش قبل كده هزات؟ حصل هزات في افريقيا كتير. خلينا عشان طبعا الحديث عن سلسله التغيرات المناخيه والكلام ده كله ده ممكن يطول بينا طبعا كتير جدا جدا. حضرتك كده وضحت لنا الصوره ان هناك تغير جامد قوي. اعود بك الى الحدث الاخير. الحدث الاخير وهو ليبيا. طبعا احنا قلبنا مع المغرب واحنا في حاله حداد على المغرب وضحايا المغرب وضحايا ليبيا ايضا، ولكن المغرب متعودة على الزلازل، يعني احنا متوقعين او مش متوقعين، يا رب ما يجيبش اي شر طبعا، ولكن لما بيتقال زلزال في المغرب احنا حصلت عدة مرات قبل كده مسحت مناطق كاملة في المغرب. اغادير كانت ايما انا بقى عنيفة ما انا فكرت جداً. اغادير مسحت بلد كاملة. كانت عنيفة جداً. وانت بتتكلم على اكتر من 30,000 قتيل ايامها، مش كده؟ في حوادث الزلازل يعني في العالم، في التاريخ يعني. ولكن أنا بتكلم على ليبيا، إحنا عمرنا ما شاهدنا إعصار. يعني حتى لما بنقول ده إعصار والكلام ده إحنا بنتكلم في 40 و50 كيلو، يعني أنت بتتكلم في كام؟ 30 عقدة و40 عقدة، ده بالنسبة لنا أكتر حاجة عقدة بحرية يعني إنما إحنا النهاردة إحنا بنتكلم على 70 و80 عقدة، يعني ده ضارب الأرض
ضارب عندهم بسرعة أكتر من 120 كيلومتر في الساعة، مش كده ولا أنا غلطان؟ طبعا طبعا. طيب هل إحنا أصبحنا عرضة أن نرى من ده تاني ولا محدش يقدر يقول لنا؟ لا يستطيع شخص في العالم حتى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها يتنبأ بالزلازل. وصحيح الأخ الهولندي اللي كل شوية يتكلم على الموضوع بيتنبأ بالزلزال، يعني عمل نوع من النوشن كده ان هو بيصل لمعلومة، لكن علميا لا يوجد في سطح الكرة الأرضية ولا في أمريكا ولا في روسيا ولا في الهند ولا في الصين أي سنسور يقدر يقول لك هيحصل زلزال بكرة فين. مفيش. وده يمكن يكون من رحمة ربنا، لأن الناس ممكن ما تنامش لو كل واحد قال له ده هنا 7 وهنا 2 وهنا 3. فهي مفيش علم دلوقتي يقول لك تتنبأ برغم ان الطقس بنتنبأ بيه، يعني بنقول لك والله الصيف جاي. اذا مفيش للزلازل، ولكن هناك حزام انتم العالم محدده والخبراء عارفين ان دي مناطق الاكثر عرضه بسبب القشره الارضيه وغيرها، وهناك قدره على قياس طبعا الموجات بتاعه الزلازل وريختر والمقياس بتاعه. بس حضرتك جبت هنا كلمه السر اللي انا عايز اكلم حضرتك فيها، وهو الطقس. انا استطيع ان اتنبأ بالطقس. دي حقيقة. صح؟ صح. طب هو احنا لما شفنا دانيال بدأ يتحرك وبيقولوا ان هو هيخبط في السواحل الليبية، ألم يتوقع احد ان يكون بهذا العنف؟ ألم يتوقع احد كميات المية اللي نزلت على سلسلة الجبال ونزلت جرفت مدن قدامها دخلتها البحر؟ هو الحقيقة يعني المسار بتاع، يعني عايز اقول حاجه وارجو ان تتقبلها، انه اللي حصل ده كمان كان اقل كثيرا من التاثيرات اللي احنا كنا مستنيينها، لانه التيار كان عنيف وكان داخل على الارض او النسبه المساحه الارضيه اكثر من البحري، لكن دخوله على البحري كسر اكثر من 60% من اثاره السلبيه. شوف رغم اللي احنا بنقوله على الضحايا اللي حصلت دي، التيار ده لو كان داخل جوه بنفس القوة العنيفة بتاعته كانت الضحايا هتبقى اكتر من كده 5-6 مرات. يعني من رحمة ربنا عين العاصفة ما دخلتش الى قلب ليبيا. ليبيا شافت جزء من العاصفة، الطرف بتاعها. ايوه على البحر. ما شافتش الاصل بتاع العين بتاع العاصفه نفسه. لا لا لا، يعني لانه نسبه صغيره جدا من التيارات هي اللي دخلت على الشط بتاع على الشط الارضي، لكن معظمه كان على البحر، وعلى البحر انكسر، وانكساره بيلف بتيارات اخرى بعيد على دخوله على الاراضي الليبيه. عايز اقول طبعا واضح ان في حاجات، يعني انا عايز اقول ان البنيه الاساسيه للمنازل يبدو أنها لم تكن يعني بشكل أكبر قوة لمقاومة هذا الموضوع. في حاجة نسينها احنا في المنطقة العربية بس اليابان عظمة فيها، وهي ما يطلق عليه التأقلم مع الزلزال. في اليابان بتلاقي العمارات من كتر اللي شافوه راكبة على سوست، فيجي الزلزال. أي فندم، أنا معترف مع حضرتك، بس دي بلد أساساً في قلب حزام الزلازل. طبعا. فكان لازم نعمله كده. طبعا. فندم احنا ما شفناش ده، يعني احنا ده جديد علينا. يعني لو واحد طلع النهارده في القاهره، يعني احنا بعد زلزال 92 بدات ناس تطلع تقول لك العمارات اللي هنركب لها سوست، حصل في مصر الكلام ده. انما انا مش بدور على ده. ليه؟ لاني لم اتعرض له. انما انا بتكلم على السيل اللي حصل، درنا اساسا منطقه مخر الشيول. هو التأثير الكبير لأنه السد اتهدم، هو كان في خزان كبير، هو ده على فكرة اللي عمل الكارثة. أيوة. الخزان الكبير ده ما استحملوش السد الضعيف، فالمية خدت السد بتاعها وخدت البيوت وخدت الناس وخدت حتى الحيوانات والحاجات البرية، وزحفتها أكتر من 50 كيلو. انت كنت مخزن ميه في خزان كبير جدا ضخم، ومره واحده الخزان ده في بالميه بتاعته بالسيول الزياده اللي عليه اتفتح. اتفتح ازاي بقى؟ هل اتفتح من الرياح العنيفه؟ اتفتح من زلزال تحته؟ لا، انا هقول لحضرتك حاجه. هو الان في يعني ترددت بعض الاخبار
ان في ليبيا بتجرى تحقيقات، لان كان في مبلغ ضخم جدا مصروف لصيانة هذا السد، لان كان قدامه مجرى معمول مجرى السيل بسدود مختلفة ورا بعضها علشان تخفف من حدة المية، زي ما احنا بنعمل كده في مرسى مطروح الوقت في مخرات السيول وفي مناطق في الوديان عشان نزرع، فبنعمل ده وبنعمل مصاطب وسدود متعددة تمنع المية او تخفف من حدة الانجراف بتاعها الى البحر. عايز اقول لحضرتك يعني وقد لا يكون مفاجأة يعني ان ليبيا من ساعة ما الرئيس القذافي عمل المشروع بتاعه اللي هو المشروع العظيم بتاع نقل نهر العظيم، نهر العظيم من نقل المياه من الكفرة اللي هي من الجنوب، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، خزان المياه الجوفية، خزان المياه الجوفية، والمية ماشية بتوصل للشمال تمام. بما فيها طرابلس، بما فيها بني غازي، بما فيها كل، مفيش تفرقة. فأنا إذا عندي تيار مية موجود وفي خزان مية موجود، يبقى على الطرف ده في عين وفي خزان وخزان ميه، وعلى الطرف الاخر في سد حاجز ميه. انت النهارده الكتله المائيه اللي هنا والكتله المائيه اللي هنا مع كتره هذا او مع شده هذا الاعصار، مع شده هذا الاعصار والميه الكتير اللي نزلت من الامطار فتحت كل حاجه، فجرفت في ايديها في طريقها كل حاجه. وانا اعتقد انه يعني قد لا يكون فيها عيب فني، تصوري يعني. لا هي يعني هو يعني هو معمول يستحمل مثلا 10 كيلو، دخل له 1000 كيلو مثلا، هيشيلهم ازاي؟ فوجئ بسيول، وبعدين محدش عارف عمر ليبيا ما حصل على البحر المتوسط يا فندم. ما هو ده اللي بقوله لك، عمر الوطن العربي ما شاف ده. تقدر حضرتك تقول لي في التاريخ كده هل فعلا شفنا حاجه زي كده؟ لا احنا اصل بص عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا لما بنبص للمناخ بنبص له بنظره مختلفه. احنا 500 سنه منذ عصر الثوره الصناعيه عملت 9 من 10 احتباس حراري، والتسعة من عشرة دول يعني اقل من 1 في 500 سنه. توقعاتنا في 2050 اللي جايه دي هنعدي 2.5 درجه من سخونه سطح الكره الارضيه. خلي بال حضرتك، اكرر أن سخونة سطح الكرة الأرضية ستسبب المزيد من الكوارث العنيفة، وأسجل على ذلك اسمي، لأنه من المؤشرات اللي بنشوفها ورفض الدول الصناعية الكبرى إنها تساهم في الحد من تحويل النظم الحرق البترول والفحم وما شابهه اللي هم شغالين بيها، اللي هي ولعت الكرة الأرضية، اللي سكرتير عام الأمم المتحدة قال أن الكرة الأرضية الآن في مرحلة الغليان، وبالتالي الكرة الأرضية على بعضها حتى التكتونيك ليرز بتاعتها وطبقتها بدأت فيها الحركة، وهذا الزلزال لن يكون أول واحد. يا جماعة الكرة الأرضية لن تتحمل هذا الحجم من تجارب القنابل النووية في الجزر وتحت الأعماق. أكرر، الكرة الأرضية لن تتحمل هذا الصراع النووي العنيف بين القوى العظمى بتفجيرات تحت الأرض تؤثر على طبقات الكرة الأرضية. أنا بقى طب ده يدعوني إن أنا أكلم حضرتك على الكوب 27 أو قمة المناخ 27 لما إحنا طلعنا حتى اتعمل صندوق للدول المتضررة. مظبوط. أنا ذنبي إيه؟ أنا النهاردة كأفريقيا هو أنا عملت حاجة من دي؟ أنا ما عملتش حاجة من دي، هو أنا عملت انبعاثات؟ هو أنا هي ليبيا كانت لمؤاخذة بتعمل إيه علشان تدار هذا الضرر العنيف بسبب الدول العظمى؟ بعد إذن حضرتك قول لي بقى. اتفضل. إحنا داخلين على قمة المناخ 28. هل لسه هنستنى توصيات؟ إيه اللي هيحصل بقى؟ يعني طالما حضرتك قاعد تقول لي أنا مش عايز أخض الناس طبعًا، لأن هذه ظواهر ودي بدأت يعني تبان إن دي جريمة ارتكبت على مدى سنوات انا بدفع ثمنها، يعني انا المسجون في جريمه لم ارتكبها. للاسف. انا الذي اعاقب، انا المواطن البسيط في بلد في مدينه اسمها درنا. للاسف. ونايم في بيتي مطمئن. فجأه انا لم اقعد متوقع، انا مش موجود، لا انا ولا عيالي ولا عيلتي ولا اسرتي ولا قرايبي بقينا في البحر. للاسف. صح ولا لا؟ طبعا. طيب، هنعمل ايه في الفترات القادمة؟ ما الذي نطلبه في الكوب 28؟ يعني قمة المناخ 28 دي ما عادش ينفع فيها توصيات. طبعا
فين التزامات؟ عملوا ايه؟ ينطبق عليها الدول العظمى عملت ايه؟ قدمت ايه؟ ولا حاجه. ينطبق عليها الان والا فلا. يعني لو لم تتحرك الدول الكبرى في كوب 28 وتوقع توقيعا نهائيا ملزما على انها ستوفر فورا اولا تعويض لصندوق الضرائب الخسائر والاضرار، ودي اكد اول توصيه اتفقنا عليها وهم لم يلتزموا بها حتى هذه اللحظه، ونتمنى ان احنا ننجح في اقناعهم في انه هجم الخسائر والاضرار اللي حصل في افريقيا ده اللي هي انبعاثاتها لا تزيد عن 4%، وانه حصل جفاف فيها في اكتر من 14 دوله، الصومال اللي كانت فيها انهار نشفت، وكل الحزام اللي فوق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي في افريقيا نشف. فاحنا بنتكلم على اثر مباشر لكارثه انسانيه بيئيه سببها هذا الطمع الجائر في ان انت تستحوذ بالوقود الاحفوري لاكثر من هذه المده، والذي تسبب في ظاهره الاحتباس الحراري. الجزء الثاني انه مش هتقدر الدول ولا الناس تستنى الى حين غدا نعمل ايه، لابد الدول ان تعلن فورا حاجه اسمها خطط التعامل مع الكوارث ويتدرب عليها الناس، لانه خلاص لا الارض بقت الارض ولا المناخ بقى المناخ. وتوقعوا ان ياتي الزلزال من اي جزء، وتوقعوا ان الحراره تاتي في اوروبا ولا تاتي في افريقيا، وتوقعوا العكس. فاذا احنا في زمن مضطرب، وانه الميت سنه اللي احنا فيها دي مختلفين عن الميت سنه السابقه. الميت سنة السابقة دول 9% أقل من 1 في التسخين. الميت سنة اللي جاية دي بنتمنى ونرجو وبصنا أيديهم خلينا في 2050 ما نعديش 1.5 درجة من تسخين سطح الكرة الأرضية، اللي باين قدامنا إن احنا هنعدي 2.5، ولو عدينا 2.5 اللي هنشوفه أكتر من اللي حصل في ليبيا بكتير، ويمكن أدوا 10-15 مرة، لأنه لا يستمعوا إلى نصائح العلماء. وناس قالوا والله لما يخلص البترول، ما هو هيخلص 2045، ده يعني من أوابك مش من عندي، هيخلص 2045 2050، شغلين بالكم ليه بالبترول؟ أي وقود أحفوري هيتحرق في الفترة القادمة سيزيد الموضوع بل هي القضية. بعد إذن حضرتك، يعني طبعا أنا شايف أن حضرتك عالم، فأنت بتتكلم ضد الوقود الأحفوري عموما، ولكن استخدام الوقود الأحفوري بنسب معينه وبطرق معينه بيحافظ على البيئه، يعني ما هو برضه نفس الحكايه يعني. وده انا اسمح لي ان انا بناقش حضرتك فيه، انت عالم كبير واستاذنا، ولكن هي استخداماتهم والانبعاثات التي سمحوا بها في الاجواء بتاعتهم هي اللي ضرتني. ما انا ممكن استخدم الوقود الاحفوري واطبق عليه التكنولوجيا الحديثه واستخدم الانبعاثات، ده احنا بنجفف انبعاثات الوقود الاحفوري وتتحول الى تشيبس، الى كبريت تشيبس بيتباع، ولا انا غلطان؟ صح تمام، اشكرك. فاذا هي القضيه ليست في الاستخدام، ولكن هي في سوء الاستخدام. وحته البترول هيخلص او مش هيخلص، هي القضيه مش في ده، هي القضيه احنا اللي هنخلص. يعني فانا مره اخرى اعود بك الى أرض الواقع الآن. طيب، القوات المسلحة المصرية تحركت أنت شايف شكل رائع التحرك ده، أنت شايفه إزاي؟ لأن أنت إحنا بعتين معدات بعد ما تم تقييم الموقف على أرض الواقع، عادت القيادات العسكرية إلى مصر، أصدر الرئيس بقى تحرك المعدات دي كلها. إيه اللي المفروض يعملوه في الفترة القادمة في درنة، وأنت شايف ده هيغير من الوضع ايه بعد المأساة؟ احنا بنتكلم الان بعد المأساة. هو الحقيقة يعني انا ما اسعدني واطمنت لي انه حجم الادوات الطبية والاسعاف كان ضخم جدا، ودي كانت اول حاجة مطلوبة، اول حاجة مطلوبة انقاذ الجرحى والمتضررين واللي اتكسروا واللي بيتهم وقع عليهم. وانا احيي القوات المسلحة والرئيس على اهتمامه بالجزء الطبي في الموضوع. يعني اسمح لي اقول انه رغم طبعا اهتمامي بكل ما قدمه الرئيس من معدات ومن أغذية ومن ادويه والى اخره، لكن كان من اخطر الاشياء ان احنا نلحق الناس، وعشان نلحق الناس، لان انت ممكن واحد يكون بينزف وتخش عليه بسرعه تخيط وتعمل انقذت حياته.
يعني سرعة تحرك القوات المسلحة المصرية هي أعظم شيء في هذا الموضوع. أنت في أقل من 24 ساعة كانت الناس هناك، فأنت فعملت الخدمات اللي هي بيسموها اللايف سيفنج، إن أنا الأول أنقذ الناس وبعدين أدور بقى الترتيبات وننام فين ونعمل فين. لا، زي ما هم متعودين كده في الجيش يروح عامل لك خيمة طبية وناصب وجايب أدوية. ما هو على فكرة وعلى طول يلحق الناس، وأنا هدور بقى إن أنا أشوف مستشفى شغالة ولا مش شغالة. يا فندم ما فيش المستشفيات في البحر. البحر للأسف طبعا يا فندم. يعني أنا شفت صور. أنا الحقيقة أنا شفت صور مفجعة، إحنا ما نقدرش نعرض الصور دي هنا للأسف طبعا. إحنا شفنا صور مفجعة بجد، حالة قاسية جدا الحقيقة، وما افتكرش إن إحنا أول منطقة العربية تعرضت ليها أو مثلها يعني خالص. يعني يمكن لا أقدر أقول المشابه ليها هو تسونامي جنوب شرق آسيا، لكن غير كده ما أقدرش أقول إنها حصلت قبل كده. يعني رغم الحوادث الكبيرة اللي حصلت، لكن يعني عايز أقول إنه كمان يعني مش عارف يعني كان لازم برضو يبقى فيه اهتمام شوية من الإدارة البيئية في هذا الجزء الليبي. ولن أزيد في يعني الخدمات اللي مقدمة هنا بتبقى غير الخدمات اللي مقدمة في الجزء الآخر، فأتمنى أنه بسرعة نلحق نمدهم، وما أعتقدش ليبيا هتبقى قادرة. وأنا أدعو السيد الرئيس أن يعني يكرر أكتر 3-4 مرات من هذا النوع من العون الطبي. يا فندم أنا عايز أقول لحضرتك الآتي حصل من مصر. الجسر الجوي اتمد صباحا بدليل محدش أخد باله كده إن جثامين المجموعة الأولى من الضحايا المصريين تم التعرف عليها وعادت إلى مصر وتم تسليمهم لأهليهم وتم دفنهم تاني يوم. دي عظمة مصر بعد إذن حضرتك. فده معناه إن التحرك حصل، وإن الجسر الجوي اللي راح حمل حاجات كتيرة جدا وعاد بها. اللي حصل كالآتي أيضا، ان مصر مش بس بعتت الاسعاف بالطيارات، خد بالك ان اول دخول لعربيات اسعاف كبيره كان بالطيارات. دي حقيقه، يعني هو ما استناش تروح بره. اللايف سيفنج هو انقاذ حياه ناس. وان احنا حركنا صباح الامس كميه من المعدات والمساعدات الطبيه وعربات الاسعاف، ومن ضمنها عربات الاسعاف الميداني اللي بتعمل عمليات جراحيه رسميه بكل المعدات. المسترال اتحركت كمستشفى عائم كامل ينقلوا اليه، قال لك انا مش هحمل البنيه الاساسيه الليبيه اي تكاليف، لان هو معروف انه يعني خلينا نكون واقعيين شويه، الاخوه في ليبيا ده مش موجود عندهم. وبالتالي مصر تحولت الى المسعف الاول. ده بالاضافه الى ان مصر بتنشئ الان او تم الانشاء خلاص منذ مساء الامس مستشفيات المعسكرات. ما هو انا كده داخل بيك على مرحله ايه؟ طيب مفيش بيوت بالظبط كده. حضرتك حدثتني تاثير بيئي، ادي اللي حصل، الوفيات داخلين في 20,000 الان. حدثني عن الاحياء، ايه اللي مفروض بيئيا بقى نبدا نعمله معاهم؟ هو طبعا نوع التغذيه مهم جدا، ونوع يعني التعامل مع الناس نفسيا هيحتاج كتير طمانه نفسيه. وطبعا الناس دي عندها ذعر دلوقتي، انت خايف تقف على الارض، انت متخيل ناس خايفه تقف على الارض وخايفه تنام على الارض من كتر اللي هم شافوه. فعايزين طبعا التدخل الطبي، الجزء المطمئن فيه كمان اجتماعيا مهم جدا. ويبقى ايضا انه لازم لفتره ما، شهرين او 3 شهور، يبقى ما يطلق عليها البيزك نيدز او الاحتياجات الاساسيه للناس هو مش عندهم اساسا وكان عندهم مشاكل فيه. فلازم، ودي مسؤولية مصر، وطبعا يعني التفاصيل اللي دخل فيها سيادة الرئيس شيء الحقيقة يعني لازم نحييه ونقدره عليه. في تفاصيل التفاصيل، يعني نوع الأكل ونوع الدواء ونوع الحاجة اللي مقدمة ليهم، وحجم الأطباء المصريين اللي راحوا واللي هيروح أكتر منهم في الفترة القادمة. المسألة دي هي ما يطلق عليها إنقاذ الناس، لأنه الناس عندها كمان جزء نفسي. أنت متخيل واحد مثلا يعني شاف بيته وهو كان غرقان وصحي، يعني فخلاص الجزء النفسي كمان عندهم دلوقتي عايز طبقانة كبيرة مننا، وعايز أصلا أنه التعامل والدراسة المتأنية لما حدث.
في خزان المياه وتوصيل المياه، عشان لو كان في خطأ ما أو في عبث ما حدث في هذا الخزان لازم هذا العبث يحاكم. وانا بقول النقطه ده دي ده مجلس احنا لا نتدخل، ده شؤون داخليه. طبعا ده مجلس النواب الليبي والناس دي بتناقش ده. طبعا احنا الان دورنا ان احنا نتعامل مع هذه الكارثه انسانيا. طبعا انت شايف ان دورنا كده، وانت بتطالب الرئيس بالاستمرار في هذا الدور المصري والتوسع في الخيام وفي اماكن الايواء، والتوسع في توزيع الغذاء والدواء، والتوسع في وجود كوادر من أطبائنا وطبيباتنا النفسيين، لأن في أولاد وفي بنات وفي فتيات في حالة ذعر يا جماعة، ناس شافت الموت بنفسها فعايزة اطمئنان وعايزة نوع. وده لعلمك بعيد خالص عن الأكل والشرب والطب وإلى آخره، بس في عندك جيل لغاية 15 سنة هيعيش بذاكرة لن ينساها حالة رعب كأن ناس غرقت وصحيت، فعايزه اطمئنان نفسي وعايزه توعيه، وعايزه اكتر مننا يعني اكبر عدد اكبر مننا ووفود مصريه وجمعياتنا الاهليه تروح ويبقى في نوع. انا اعتقد ان احنا في المستقبل بعد يعني في الفتره الايام القادمه لما الامور اكثر استقرارا هتلاقي كل ده بيتحرك. دكتور مجدي علام مستشار المناخ العالمي امين اتحاد خبراء البيئه العرب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا في هذه الفقره وعلى هذه المعلومات. عايز اقول لحضراتكم ان هو ده قوتنا الانسانيه، هو ده قوه ان انت عندك مؤسسه هي الاكثر قدره على التحرك، هي الاقوى على التحرك، هي اللي تمتلك المعدات اللي كان ناس كتير جدا تقعد تقول لك انتوا بتجيبوا الحاجات دي وبتعملوا كده ليه؟ نحمد ربنا الحمد لله الحمد لله ان احنا لغايه دلوقتي بنستخدمها جوه مصر في البناء، ولكن بنستخدمها لانقاذ اشقائنا في دوله اخرى. هنطلع فاصل وهنرجع تاني بعد الفاصل بمناسبه الحديث عن تحركات الجيش والقوات المسلحه وقدراتها. اليوبيل الذهبي لحرب اكتوبر بعد الفاصل. الحياه اليوم. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، رجل الحرب والسلام. ولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 25 من ديسمبر عام 1918 بمحافظة المنوفية. نشأ وتربى على الصلابة والتدين، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1938 ضابطاً بسلاح الإشارة. انضم إلى الضباط الأحرار الذين ثاروا لتخليص مصر من الاستعمار والاستبداد، وبعد ثورة 23 من يونيو عام 1952 بدأ السادات رحلته مع المناصب السياسية، إلى أن اختاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نائبا له ليصبح بعد وفاته رئيسا لجمهورية مصر العربية. ويبدأ السادات مشواره الصعب في تاريخ مصر، ويكمل مسيرة إعداد الجيش لحرب مصيرية. كان السادات مؤمنا بخطة الخداع الاستراتيجي لإيهام العدو بأن مصر لن تحارب، حتى أقنع العدو بأنه لن يتخذ قرار الحرب. وفي 6 أكتوبر عام 1973، وفي خطوة جريئة، اتخذ السادات قرار الحرب ضد إسرائيل. واستطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتدمير خط بارلي في المنيع، لتنتهي بعد ذلك
أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي ظن بأنه لن يقهر أبدا. وبعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر كان للسادات قرارات مصيرية بالغة الأثر، فكانت مبادرته للسلام. وفي يوم تاريخي من شهر مارس عام 1979 كانت معاهدة السلام التي استردت بها مصر أرضها كاملة. هذه المعاهدة جعلت السادات واحدا من أبرز الشخصيات العالمية، فحصل على جائزة نوبل للسلام. أتوجه إلى العالم كله، لابد أن يشمل عالمنا المتصارع المتناحر بأننا في النهاية ننتمي إلى أسرة واحدة، هو الإنسان، ونحن نعبد ربا واحدا هو الله. وفي السادس من أكتوبر عام 1981 أصابته رصاصات الغدر، فاستشهد إثر ذلك وخلد اسمه بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية. يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتعيش عليه. اليوبيل الذهبي، 50 سنة على حرب أكتوبر. أجيال كتير يمكن ما تعرفش المعنى والقيمة. على فكرة في كل احتفالية لأكتوبر بنقعد نقول الأجيال الجديدة حصل وحصل وحصل، بس المرة دي احتفالية 50 سنة اليوبيل الذهبي ده لازم الاحتفال بيه. واسمحوا لي أن أنا أبدأ معاكم بقناة الحياة وأعلن لكم أن احنا هنحتفل بهذه الذكرى، بهذا اليوبيل، بشكل مختلف ومتكرر، وهيستمر معانا فترة، علشان مصر تستحق ده، عشان ولادنا يستحقوا ده، عشان الأجيال القادمة تستحق ده. وعايز أقول لكم أن الشركة المتحدة مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة هتدشن أكبر تغطية خاصة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، اللي جزء من تاريخنا الأساسي اللي وقف مصر على رجليها مرة تانية. هتشوفوا وثائقيات، هتشوفوا كلنا وكل زملائي الإعلاميين وكل القنوات في برامجنا، هتشوفوا قصص مختلفة، هتشوفوا عمق مختلف، وهتشوفوا احتفال مختلف باليوبيل الذهبي. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون ومنذ فترة مع الشؤون المعنوية هتقدم لنا بعد مختلف في احتفالية اليوبيل الذهبي. وأنا سعيد أن أنا أكون النهاردة مع زملائي في قناة الحياة أول من يبدأ معكم صفحات التغطية القادمة في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة لليوبيل الذهبي. قناة الحياة هنقدم لكم محتوى مختلف، الحياة اليوم هنقدم لكم أبعاد مختلفة، فقرات مختلفة، رؤية مختلفة. أنا الغرض اللي عايز أقوله لكم في الآخر، لو تشعروا باللي شعرنا بيه أيامها هيختلف رؤيتكم لليوبيل الذهبي، ولو تشعروا باللي شعروا بيه قبل الانتصار هتعرفوا قيمة الانتصار في تاريخ مصر. ضيوفي في هذه الفقرة الحقيقة، وأنا فخور ان هم يعني ان هو يختصني بهذا اللقاء النهارده، سياده اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق، احد ابطال حرب اكتوبر، استاذ العلوم الاستراتيجيه باكاديميه ناصر العسكريه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. بنعتز ونفتخر بقيمه زي حضرتك معانا في الحياه اليوم. شكرا. بشكرك على وجودك معانا. اشكرك. وينضم الي زميلي العزيز
الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين في هذا اللقاء الهام. كاتب الصحفي رئيس مجلس تحرير صحيفة وبوابة الوفد، أهلا بيك معايا. أهلا بيك يا أستاذ محمد. كالعادة كل يوم خميس، واسمح لي أبدأ بقى بضيفنا أنا وأنت النهاردة. طبعا احنا بنسعد بوجوده بصراحة مع سيادة اللواء فعلا. شكرا. طبعا سيادة اللواء، اليوبيل الذهبي 50 سنة، لو أنت قعدت النهاردة كده بتشرب قهوتك الصبح وتفتكر الأيام، ايه أول حاجة ممكن تيجي في خاطرك أو في ذهنك؟ يعني تتكلم كلام، عايز أول حاجة يمكن أنا قصتي مع حرب أكتوبر 73 إن أنا اشتغلت فيها 180 يوم خلف خطوط العدو. ال 180 يوم دول قعدت بالظبط 25 سنة بأطالب إن أنا أتكلم عنهم أو أكتب عنهم. أنا كنت بكتب أدب وبكتب شعر وبكتب قصة. إحنا عارفين أنت أديب. لم أستطع إني أمسك قلم وأكتب كلمة في ال 180 دول لمدة 25 سنة كاملة. ليه؟ بمجرد ما بفتح نافذة الذكريات بجد ال 180 يوم راحوا داخلين كلهم مع بعض، كله بأحداثهم بخيرهم بشرهم بمواقفهم الصعبة ومواقفهم المشرفة، كل هذا بيتدافع. واخد بال حضرتك؟ يعني لم استطع الا يمكن بعد ما قالوا لازم تكتب، حتى جابوا لي بعد 25 سنة احد الكتاب المعروفين وقتها وجاء قال لي طب احنا هنمسك يوم بيوم وبجهاز تسجيل كده، وبقى يجي لي في مكتبي مثلا بعد انتهاء الشغل الساعة 10 بالليل نقعد لحد الساعة 12 بالليل نتكلم يوم بيوم ونسجله ايه اللي حصل، وبعدين ابتدينا نفرغه. فحكاية ان مقاتل كان في الحرب وتيجي تقول له افتكر، شوف السؤال بتاع سيادتك سهل ازاي، انما انت رحت فاتح النافذه على 180 يوم مره واحده، مش ال 180 يوم بس، ده انا عشان اهدي الدخول اليهم دلوقتي زي يمكن كنت بقول لحضرتك قبل الهوا، ده صحيح، ان في الطريق الى اكتوبر بدا من يوم 5 يونيو بالنسبه لنا احنا على الاقل 67. طبعا بالظبط، انا بورسعيدي، انا فاهم. أيوة. انت بتكلمني في ايه بورسعيد ديت، احنا كل اللي احنا فاكرينه واحنا لسه اطفال قد كده في 56 لما كنا بنغني بورسعيد بورسعيد قبلة الشعب المجيد، بورس انت سطرت الخلود بكفاحك المجيد، بنفتكر دي هي دي اللي احنا عشنا بيها 73، ان احنا ذكريات 56 هي دي اللي احنا حاربنا بيها، ان احنا سلالة هذا الشعب اللي اتولد واللي حارب في بورسعيد و و و. وعايز اقول لك حاجة مهمة جدا بمناسبة 56، واسمح لي معلش انا هطلعك بره شوية. لا يا فندم. سيناء هذه البقعة المباركة من الارض هي درع مصر الشرقي وهدية الله سبحانه وتعالى لمصر، انها تبقى انت الدرع بتاع مصر. هذه الكتله من الارض صيغت او نصبت في ثلاث مصفوفات جبليه من خط الحدود الدوليه لمنتصف الطريق بعد العريش لحد قبل القناه ب 50 ل 70 كيلو، ثلاث مصفوفات جبليه كل مصفوفه من دول بتشكل حائط جبلي، اي قدر من القوات هيحتله اللي يفوت يموت، ربنا خلقها كده. تيجي تقول لي ما في 56 وفي 67، اقول لك في 56 وفي 67 انسحبنا باوامر ولم نقاتل، بس في 56 كان لنا عذرنا. يعني لما جينا يوم 29 اكتوبر 56 وهجمتنا اسرائيل، والكلام ده موجود في كتاب شارون بتاع ذكرياته عن الحرب، هاجم بكتيبة ومعاه كتيبة لواء ميكانيك ومعاه كتيبة دبابات ومعاه كتيبة مظلات، واللي تصدت ليهم في ممر متلة على مسافة 70 كيلو من القناة سرية مشاة، كان هو 17 كانت مقارنتنا واحد. من كتاب شارون خسر 38 جندي وضابط في مواجهة السرية دي ولم يستطع أن يخترق 100 متر، ده كلامه هو.
طب ايه اللي حصل؟ احنا انسحبنا ازاي؟ يوم 30 اكتوبر صدر الانذار او اللي هو الانجليزي الفرنسي اللي بيقول على الجيش المصري ان ينسحب الى الخط 10 كيلو متر غرب قناة السويس، والجيش الاسرائيلي تضحك بقى ينسحب الى الخط 10 كيلو متر شرق قناة السويس لكي تقوم القوات الفرنسية والانجليزية باحتلال ضفتي القناة وتأمين الملاحة الدولية. تخيل، يعني بيقول له احتل سينا كلها. فطبعا يوميها عبد الناصر رفض هذا الانذار. يوم 31، انت تذكر هذا اليوم او على الاقل روي لك، كان المظلات بتنزل في مطار الجميل، كان المطارات كلها بتقصف عندنا مطاراتنا بالكامل. ده اللي صوره والدي بالظبط، هو ده اللي صوره والدي. الاسطول بيتحرك في اتجاه بورسعيد، الجيش المصري بقى هيبقى فين؟ بين محصور زي بتاع البندو، آية اللي في كسرت البندو، من الشرق إسرائيل ومن الغرب الجيش الفرنسي والإنجليزي. فكان القرار الحاسم وقتها، لأن هو اللي مطلوب دلوقتي القناة، أن الجيش ينسحب ويدافع عن القناة. فانسحبنا تاني يوم على طول، يعني صدرت الأمر يوم 31 بالإيه؟ بالجيش بانسحاب. شوف، ولم نحارب أكتوبر. أكتوبر بقى، وكانت أكتوبر أيضا، يعني انت حضرتك في اكتوبر 29 اكتوبر و30 اكتوبر، بس 29 و30 اكتوبر دي كانت ملحمه. أيوة. ادارها 100 راجل من ولادنا قدام 1700 جندي اسرائيلي. كانت المقارنه 1:17، وقتلنا لهم 38 وما انسحبش الا لما صدرت الاوامر بانسحاب. في 67 مش هنحكي المهزله اللي حصلت بالانسحاب قبل ما ايه، ما فيش جندي مصري شاف جندي اسرائيلي. ولذلك، وهنا انا برضو مصر ان انا اعيد دي، وكتير من اشقائنا او اصدقائنا الاعلاميين والمثقفين بيقولوا لي ما تقولهاش تاني، اسرائيل عشان تحشد او تعمل حشد نفسي ومعنوي لجنودها في 67 عملت ايه؟ ما هم في 56 ما حاربوناش وهم عارفين، واللي حاربنا في 56 في مكسر الفناجيل او في معركه ابو عجيله وفي معركه متله شاف الجند المصري حياته. فراحوا جايين ايه؟ راحوا جايبين يوميات نائب في الارياف بتاع الكاتب الكبير توفيق الحكيم. بس توفيق الحكيم كتبها يعني ايه، بين قاع المجتمع المصري جاب الامراض. فراحوا هم مترجمين قالوا هتشوف هتخش هتلاقي هو ده ابن الفلاح اللي عنده الكولستوما والبلهارسيا واللي مش لاقي ياكل، وابوه اللي يا اما الموظف المرتشي يا اما اللي مش عارف ايه. قعدوا يقولوا هو ده ايه، هو ده الجند المصري اللي هتقابله. فدخل للاسف كان احنا اللي قدمناها له على طبق فضه، ان ايه الجيش خد اوامر بانسحاب قبل ان يرى جندي مصري جندي اسرائيل، لمجرد الضربه الجويه حصلت. فهو خدته بقى ايه، وقعد يطنطن بعديها لحد سنه ايه 73 كان الموضوع التاني خالص. ولذلك لما جه موشا ديان بيسالوه بيقولوا له المفاجاه ايه، قال لهم المفاجاه كان هو الايه، الجند المصري. قلت له انت كذاب، كلمه حق بتقولها انما تريد بها باطل. الجند المصري والضابط المصري طول عمره كده، ما انت قابلته في 48 وشفته. احنا في 48 دخلنا حد علاء المنشيه والحقد الفلوجه على مشارف القدس، ولولا الاوامر اللي كانت بتيجي بوقف اطلاق النار باستمرار والفصل اللي تم ما كناش. وبعدين كانوا ايه، احنا كل الجيوش العربيه كانت 12000 ونص، وهو في اسرائيل 64500 جندي، واحنا 12000 رغم ان احنا 5 دول. فما تحسبليش، هم عارف، وفي 56 عارف، في 67 الكذبه صدقها. فبيقول لك ايه المفاجاه، هو الجند المصري. بقول له انت، ما احنا عارفين، لا مش مفاجاه، انت كنت تعلم هذا واحنا كنا نعلم هذا. انما بقى تعالى بقى نتكلم عن حرب 73، احنا لان احنا لاول مره بقى نخطط كيف نهاجم. هي دي بقى الايه اللي هنتكلم مع حضرتك النهارده، الطريق الى هنتكلم في ده. بس انا آسف على سؤالي اللي قلته لك في الأول، بس أنا عارف إن سؤالي ده هيفتح مع حضرتك الذكريات دي. هيفتح مع حضرتك الذكريات دي لأن أنا عايز أقول لك إن أنتوا بتبصوا النهارده للمشاكل اللي إحنا بنشوفها، في جيل كده بيبص ويضحك، بتبتسموا لأنكم عارفين قيمة اللي أنتوا دفعتوه، وعارفين قيمة بكرة اللي جاي، والاستقرار اللي أنتوا حققتوه. ما هو أنتوا يعني أنت بتبتسم في وجه مشاكل لانك انت شفت
اقصى منها بكتير، ولا احنا ولا لا ده حقيقي اقصى أيوه. منها بمراحل مش كده؟ اكيد اكيد. دكتور وجدي، احنا اعلاميين زي بعض، نعم، بنقعد قدام مصادر ونتكلم طبعا، بس انا النهارده هاخدك لدمياط. ايوه، هرجعك لبلدكم لما استقبلتونا كمهجرين في 67. تمام. واحتضن، انا كنت مهاجر في دمياط. تمام. ثم الانتصار. نعم. واحنا كنا صغيرين. نعم. شعورك ايه ايامها؟ شفت ايه حواليك في اهلك؟ تمام. قل لي. هو بس انا قبل ما اتكلم في الحته دي، انا عايز بس اتكلم في حاجه مهمه قوي 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 اشار ليها سياده اللواء. هي قضيه الجندي المصري اللي هو قادر على مدار التاريخ كله، لو احنا رجعنا حتى من ايام الفراعنه، من ايام الفراعنه لغايه دلوقتي، الجندي ده مش ابن بقى الرجل اللي عنده اقوى اجناد الارض، اقوى اجناد الارض. فالمساله دي يعني مساله محسومه، ما فيش فيها كلام ورد على كل الاقاويل والشائعات الاسرائيليه والمسخره دي. لا، هو ما كانش مفاجاه، الجندي المصري طول عمره جندي بطل، خير اجناد الارض، عظيم، عنده القدره، عنده حق حاجات كتير. نرجع للسؤال بقى المهم جدا بقى اللي حضرتك سالته بقى. الحقيقه انا في التوقيت ده انا كان عمري 13 سنه في حرب اكتوبر تحديدا، يعني في الاعداديه، شاهد كويس، مدرك كويس اللي حواليا، صوت الطائرات والمدافع والحاجات دي كنا بنسمعها طبعا. كنا بنسمعها كويس قوي قوي. الفترة اللي قبليها اللي هو سيادة اللي هو اتكلم عنها كانت فترة عصيبة بالنسبة لنا، ودي بقى للأجيال الجديدة والشباب اللي موجود دلوقتي، اللي هو إذا كان هنقول زعلان من حاجة ولا ناقم على حاجة ولا متضايق من حاجة ولا الكلام ده كله، لا، احنا كنا في المدرسة بنتعلم وما بنشوفش النور داخل الفصل لأن الزجاج كله معتم، ما ينفعش، بنحط إدارة المدارس كلها بتحط شرايط، كان مدهون أزرق، كان مدهون أزرق، أو أحيانا البلاستر اللي هو الأبيض ده أو البيج ده بنعمله. كل ده كنا بنتعلم في التوقيت ده. طيب تخيل بقى إحنا وإحنا أولاد بالشكل ده. أرجع بقى للسؤال حضرتك بقى، دمياط كانت أقرب مكان لبورسعيد طبعا، فكل الهجرة كلها كانت عندكم، أقرب حاجة عند في دمياط، عندكم في المنزلة. هنا بقى الروح بقى هنا اللي بتبان، في سواء في المنزلة في الدقهلية ولا في دمياط، بقى هنا الروح بقى. شوف المواطنين كانوا إزاي كتلة واحدة متماسكة، بعيدا بقى عن عبقرية الجندي والقادة في الحرب والآخره، لا، احنا عندنا حاجة تانية خالص. الجبهة الداخلية كانت متماسكة بشكل لا تتخيله. الأكل كان بيتقسم، ما أقولش ده جاي من بورسعيد وهياخد أكلي وشربي والكلام ده كله، أنا شفت ده، أنا شفت أبويا وأمي والأسر البورسعيدية اللي جاية بيفتحوا البيت ناكل ونشرب ونعيش سوا، مفيش، أنا عشت المرحلة دي كويس أوي أوي ومحفورة في ذهني حتى هذه اللحظة، ما بتفرقش خالص يعني. أنا محفور في ذهني حاجات، بس أنا عايزك، سؤالي هو، اتفضل، احنا لازم نقعد نحكي كتير، نعم، لازم نفكر الناس، نعم. انت داخل، انت مدخل بيتكو ما كانش قدامه الحيطه اللي كانت محطوطه عشان القصف لو حصل؟ طبعا كانت موجوده، فاكر؟ متواجده البراندة قدام، قريب قدام، انا فاكر متشال قريب يا فندم، هي كانت موجوده قريب على طول. الخنادق المدرسه نفسها كان فيها الخندق تحت الارض يحصل الغرض، ننزل من المدرسه. يعني انا اذكر واقعه لا يمكن انساها يعني، واحنا بنجري كتلامذه صغيرين عشان ننزل الخندق. انا اسناني اتخبطت في راس واحد زميلي، كلها ثلاث اربع اسنان وقعوا، وهو يعني انت متخيل الحالة دي كلها من الرعب. كل ده احنا عشناه وغيره. اذكر جيدا ان خلف بيتنا، انا من الزرقاء اصلا يعني، خلف بيتنا طيارة وقعت، الطيران المصري اسقط طيارة اسرائيلية وقعت في ارض زراعية، وكانت انا فاكر الواقع كويس لاني شفت المنظر، بنت اللي كانت القائد الطياره بنت اسرائيليه،
والناس بسرعة تلموا. شوف هنا جمال المصريين بقى، كان ممكن يضربوها يدبحوها، ما حصلش على فكرة. قبضوا عليها وقبضوا عليها يعني. مسكوها وسلموها لنقطة الشرطة، في ما كانش مركز شرطة، كان نقطة شرطة صغيرة، وسلموها لنقطة الشرطة. كل دي ذكريات محفورة. ما فيش مدينة وبلد على خط القناة أو في سينا، وإحنا هنتكلم كتير يا جماعة يا جماعة، ما فيش بيت في مصر ملوش ذكرى. عود لسيادتك، 180 يوم، هل أنت كنت بعد بداية الحرب ولا قبلها؟ يوم الحرب. يوم الحرب دخلت. يوم الحرب. شعورك إيه وأنت داخل؟ يعني أنا حابب أحدد الأسئلة. هقول لحضرتك. قولي. أنا خدت المهمة بتاعتي يوم 5 أكتوبر. كانت إيه؟ كانت إن أنا هركب طيارة هليكوبتر هتنزلني في منطقة ما، هتحرك لمسافة ليلتين عشان أوصل منطقة العمل بتاعتي، أبتدي أبلغ عن العدو اللي فيها. الحرب إمتى؟ مش مهم بقى، تحوم بعد يوم بعد يومين، لكن ايه لسه ما اعرفش ميعاد الحرب. وما كنت تعرف ان هيكون في حرب ولا ما تعرفش؟ في حرب، بس امتى لا ما اعرفش. امتى لازم انا بالذات ما اعرفش، لان انا في ارض العدو والمفروض ايه ما اعرفش حاجه عن قواتنا خالص. واخد بال حضرتك؟ فده ايه، دي معلومه. بس عايز اقول حاجه، انا كنت في كتيبه، هذه الكتيبه انا دخلتها سنه 70 بعد ما اتخرجت، بعد الحرب، بعد 73، بعد 67، لقيت التلتين الكتيبه مش موجودين. الضباط فين؟ ده دول دفسينا. يعني احنا من يوم 5 يونيو 67 لم يخلو جبل في شبه جزيره سيناء من مجموعه استطلاع خلف خطوط من بتاعتنا. دول كانوا موجودين، ودول حكايتهم ايه ببساطه عشان ايه الوقت. لما صدرت الاوامر للقوات بالانسحاب، لا ثانية واحدة بقى، احنا هنتحرك، هنطلع فاصل وهنرجع نتكلم في الحتة دي، لأن دي مهمة قوي للناس. احنا لم نستسلم بعد 67، لا 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 لا، احنا كنا بنحضر. هنطلع فاصل ونعود مرة أخرى. اليومين الذهبي، حرب أكتوبر، حكايات التي قادت إلى الحرب، حكايات من الجانب الآخر اللي لازم كلنا ندركها ونستعد لها ونحطها في ذهننا الحياة اليوم. وعد. لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. فأوفى. أقسم. فأخلص. فكانوا عند قسمهم، فصار الوعد والقسم نصر. هم أبطال حرب أكتوبر المجيدة. سطروا بدمائهم تاريخا عظيما، أعادوا الأرض وحفظوا العرض. أكتوبر 73. تمر السنين والايام ويبقى الاثر ذكرى، ذكرى لبطوله شعب وجيش عبروا وعدوا سد حصين، وقفوا وصدوا بكل يقين، حققوا نصر وفخر لمصر زي ما عهدوا وحلفوا يمين. اصل المصري يضحي بعمره، صايل ارضه وحافظ عهده. اكتوبر 73. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. اليوبيل الذهبي، أكتوبر 1973، اليوبيل الذهبي 50 سنة على هذا الانتصار. ونبدأ معكم خطوات الاحتفال، نبدأ معكم خطوات الذكريات المختلفة، أبعاد مختلفة. دي ما كانتش حرب، ده كان انتصار. دي ما كانتش نهاية المعركة، ولكن كانت الفصل في هذه المعركة. واحنا ما زلنا مستمرين. اوعوا تفتكروا، اوعوا تفتكروا ان احنا بنهاية حرب اكتوبر انتهت دور القوات المسلحة او الحروب او المشاكل اللي بتواجهنا، بالعكس. ولكن تذكروا ان هذا الانتصار عدى عليه 50 سنة. اعود لسيادتك سيادة اللواء نصر سالم، كنت بتحدثني ان انت رحت سنة 70
في مكان فبتسأل فين بقية الضباط. قالوا لك ده ورق خطوط العدو. بالظبط. ايه اللي حصل بقى؟ يعني لما صدرت الاوامر للجيش في انسحاب في سنه 67 الجيش انسحب وخلاص. يوم 9 يونيو نسفوا المعابر عشان ايه؟ ما فيش قوات اسرائيليه تعدي وراهم. بالظبط كده القياده فوجئت ان ما زالت عناصر القوى الاستطلاع بتاع القوات اللي انسحبت دي ما انسحبتش. ليه؟ لسبب فني بسيط، ان اول ما في حرب يبقى الاستطلاع ده شغلته انه يراسق وصاحب العدو، ملوش دعوه بقواتنا، ملاصق للعدو يبلغ عنه. انتوا كنتوا بتقعدوا تتفرجوا على الاسرائيليين من جنبهم؟ بجنب في وسطيه. يعني ايه في وسطيه؟ ايوه ما دي شغل ما انا هجي هكمل. فالمهم ايه؟ لقوا القوات العناصر الاستطلاع دي بتتصل لسه. فدي كانت اول نقطه قالوا بس خليكم زي ما انتم. وبدا فورا، بس دي كانت عناصر حجمها كبير، يعني معاها عربيات مدرعه واللي معاه دبابه كده، بس برضو تقدر تستمر كمان اسبوع بالكتير الوقود. كانوا مستخبيين؟ ما هو لازم يبقوا متداري. متداري بدبابه؟ متداري فوق جبل في بيستخدم في تكتيكاتنا كده. تمام. فكان ده خلاص لازم ايه؟ نجيبهم دول وندخل عناصر تانية. وبدانا نجهز عناصر جديده بقى ايه؟ عباره عن افراد بس، 2 لـ3 فرد، وبيدخشوا بمعدات بشكل معين، وبداوا دول يدخلوا ونسحب اللي هناك. المعدات مش مشكله، دمروها وسيبوها ونسحب المجموعات اللي هناك. المجموعه دي مجموعات مره تقعد شهر وتنسحب، مجموعه اخرى تخرج 2 شهر، 5 شهور 6 شهور. يا فندم بعد اذن حضرتك 5 شهور 6 شهور خلف خطوط العدو؟ ايوه عادي. بتاكل منين؟ رايح جاي. لا كان في الوقت ده بياكل فين؟ ده انا بقى تسالني السؤال ده. انما اللي داخل قبل كده ده داخل منظم باسلوب مخابراتي، ان هو يقعد وفي من القبائل اللي موجوده بنتعاون معاهم. ايوه. انما أيوة. طول ال6 سنين دول لم يخلوا جبل في شبه جزيره سيناء من مجموعه استطلاع خلف خطوط. سيناء كان الكتاب مفتوح. اقول لك حاجه اجمل من كده، جمال عبد الناصر رحمة الله عليه كان حريص ان قادة المجموعات دي ما ترجع يقابلهم. ويقابلهم فين؟ في بيته بعد بالليل، ويقعد معاهم سهرة ويقعد يتكلم معاهم، اب بيكلم ولاده. فدي كانت انت عارف عامل، انا واحد من الناس اول ما رحت وعرفت انا نفسي اشوف عبد الناصر، عايز ادخل عشان اما ارجع اقابل عبد الناصر. عايز تخش عشان بس ارجع اقابل عبد الناصر فاشوف معنوياتنا. وهو كان ليه كاريزما، نقعد نسال الضباط اللي قابلوه ها وقال لكم ايه وعملتوا ايه كده يعني، واخد بالك. فده ده موقف. احنا بقى مع الحرب لازم نخش بشكل تاني، مجموعات تانية غير دي بقى، لان انا مهمتي بيبقى اكثر التصاقا بالعدو، ولازم اتابع بشكل معين، ولازم ابلغ على مدار الساعة غير التاني اللي بيبلغ بشكل ما. يعني في 67 ايام حرب الاستنزاف ووجودنا بعدها سينا ما خليش جبل كويس خالص. وكانوا موجودين، واتدربت انت خلال 3 سنوات مع هذه الفرقه. تمام. ودخلت بقى يوم 6 اكتوبر. 5 اكتوبر 5 اكتوبر خدت المهمه بالليل، 6 اكتوبر الصبح اتحركنا على المطار. رحت مطار المازا، انا قائد الكتيبه واخدنا اكتر من مجموعه، هنركب طيارات هليكوبتر وندخل. امتى الحرب ما نعرفش، مش هي دي المشكله. واحنا قاعدين كده في مطار المازا في قاعه كده، وانا في شباك قدامنا كده، انا شايف الممر بتاع مطار القاهره الدولي، اشوف الطياره وهي نازله عليه، لكن مش نازله بشوف الارض يعني. فانا واقف جنب الطياره اللي بنسق معاها هنعمل ايه وكده، ببص لقيت الطياره تبليوف 16 اللي هي القاذفه الاستراتيجيه دي، فرده وراها المظله الفرماليه ونازله من الرنوي مطار القاهره الدولي. فهو بيبص معايا على الخريطه وبنتكلم، فانا لمحتها فرحت غمزه في ايده كده، قلت له ايه انت شايف دي؟ فبص كده وراح باصص لزمايله، الضربه تمت. قلت له ايه الضربه تمت؟ ايه ده؟ تعالى هنا يا الحرب بدات. قال لي انت الطيارات الضربه الجويه راجعه. راجعه. طبعا لا تتخيل مشاعر تانية خالص. انا داخل مهمتي 6 ايام، معايا 6 ايام اكل و6 ايام ميه. الميه زمزميه، لتر ميه زمزميه، والاكل 750 جرام اكل. كل ده بعد اذنك. لتر ميه لست ايام. لتر ميه لليوم. لتر ميه لليوم. خلي بالك اللتر ده بعد كده قعدت بيه 3 ايام و4 ايام و5 ايام وهكذا، وبعد كده ايام من غير ميه خالص يعني. وال 750 لا ثانيه لا معلش. ما هو بعد اذن حضرتك اتفضل. معلش اصل دي تفاصيل. ايوه. اعتقد ان احنا من حقنا، انتوا بالنسبه لكم انتوا اتدربتوا على ده. أيوة. احنا ما نعرفوش. ما انت لما تيجي تقول لي انا كبني ادم طبيعي انا مطالب ب 3 لتر و4 لتر عشان ابقى على قيد الحياه في اليوم،
ان حضرتك بتعيش بلتر ميه، ده واكل نايم شارب مستحمي مع كل حاجه، هو كل يوم شاور كل يوم شاور و750 جرام اكل. ايوه انا اعرف ناس بتفطر ب 3 كيلو مثلا. لا 750 جرام اكل. طب يا ريتها دامت يا استاذ محمد، يعني ايه ده انت بتتكلم كلام. طب حلو اسمع، انت كان مهمتك 120 يوم، 120 يوم بنشرب بغطاء زمزميه، يعني لا يتجاوز اللي احنا بنشربه في اليوم 20 سنتيمتر مكعب ميه. ده الشباب المفروض يسمع الكلام. 120 يوم لحد الدنيا ما مطرت ونزل مطر بقى والجبال اتملت وبقى فيها بحيرات وبقينا نعوم وحاجه تانية في الجبل بقى، خد بالك جبال سينا. فهنا عايز اقول لحضرتك ان المهم يعني انا واحنا كده عرفنا ان الضربه الجوية النهارده، انا احنا ما احنا تربينا ايه بقى، نشوف التربيه بتاع المصريين الغيره اللي الصح ان احنا كل واحد عايز يعمل مين اللي يسمع. خدوني معاكوا لا فاسال الاثنين الضباط اللي معايا المجموعات، انت هتركب الهدف بتاعك انت قال لي الليله، وانت هتركب الهدف الليلة انا، وانا هركب الهدف بتاعي بعد 48 ساعه الدم غلي، هو هيوصل هيركب همشي 20 30 كيلو بعد طالما تنزله ويركب، انا همشي 30 كيلو اول ليله وتاني ليله 35 كيلو، بس خلي بالك وانا شايلين كام؟ 50 كيلو جرام على كتافنا مهمات ومعدات وحاجات منه. 50 كيلو جرام طبعا خلف خطوط العدو. كنت كم كان حضرتك وكان معاك زميل ولا انت معاك اتنين زمل. جنود تمام. المهم طبعا انا الدم غلي، ازاي انا الحرب قايمه ولسه الهدف بتاعي 48 ساعه ما وصلوش. قائد الكتيبه معايا الله يرحمه، رحت واخد بتاع الخريطه مطلعها من كده من دومي، وبدل ما هي ضلعين كده رحت واخد وتر، الوتر ده 55 كيلو على الخريطه يعني يزيد عن 60 كيلو على الارض تمام. ما رضيتش اقول له ليه بقى، لو قلت له هيديلك ممكن، لو قال لي لم يتصدق ما اقدرش. انما انا لوحدي ما دام نزلت في ارض العدو زي ما بيقولوا انا سيد قراري موقفي وانا اتصرفت فيه وقد كان. المهم انا نزلت الطياره، نزلتني على الارض الساعه 6 يوم 6 اكتوبر 6 مساء، تنيتي ماشي لحد الساعه 5، 11 ساعه متواصل كل واحد فينا شايل 50 كيلو على كتافه وماشيين، قطعت ال 55 او ال 60 كيلو في ليله، ركبت الهدف اول بلاغ يوم 7 اكتوبر الصبح بلوعه مدرعه، كان الطيران بتاعنا بيضربوا الساعه 5 خم... قبل اخر ضوء بساعه يوم 6 7 اكتوبر، دمر منه التلت كتيب الدبابات ولم يتحرك اللواء ده في اليوم. حضرتك اللي بلغت باللواء المدرع اللي كان داخل بال 300 دبابه باين؟ لا لا ده انا كان ورا لسه، ده بقى خارج، انا بعيد عن القناه 150 كيلو. انت جوه في العمق 150 كيلو بعيد عن القناه، ده لسه ما هو القياده مخططه ايه؟ ان ده لسه على ما يتحرك مش قبل يومين، بس انا كنت لسه ظابط صغير ما عنديش فكره والحماس واخدني، انما اللي مخطط عارف ان مش هيحتاج معلومات من هنا قبل يومين فمخطط لي ان انا اوصل على يومين، انا قطعتها في ليله وركبت وهو اللواء بيستعد لسه هيتحرك، فقبل ما يتحرك كنت انت ضربه الطيران ضربه او في يوم 7، هو المفروض هيتحرك يوم 8 او هيتحرك يوم 7 بالليل، اتضرب طبعا ده بقت معنوياتنا في السماء، وفي مطار كمان قدامي هناك كنت ببلغ عنه، اتضرب ده ثلاث مرات وكل ما يعيدوه تاني يتقفل. يا بيه ثانيه واحده، حضرتك مشيت 60 كيلو في وسط حرب. ده حلو قوي ده. يا فندم بعد اذنك. يا سياده اللواء. ايوه. حماس الشباب والتحرك وشايل 50 كيلو، انت ماشي في وسط حرب حواليك. ايوه في ارض العدو. اول حاجه شفتها ايه من اشتباكات؟ لا مش اشتباك، انا بعيد، ما انا الطياره اولا. ايوه. يعني الطياره واحنا داخلين، انا داخل كان معايا كتيب الصعقه وكلنا كنا راكبين الهليكوبترات مع بعض، وداخلين من جنوب سيناء. تمام. الطيارات دي اتضربت، اتعرضنا للضرب يعني ايه؟ يعني بقى الصاروخ عدى الطياره جنب ممكن تتضرب تدي كده، وربنا نجانا وعدى الطياره، والصاعقه نزلت برضو العدد كبير منها ونزل وقفل هذا المضيء لمده 20 يوم من 6 ل 26، ما فيش دبانه من اسرائيل قدرت تعدي منه، رغم ان كان في 30 راجل بس من بتوع الصاعقه. 30 راجل من ولادنا ظباط صاعقه وعساكر الصاعقه. قفلوا هذا الممر 20 يوم ما قدرت اسرائيل تعدي منه عربيه ولا دبابه ولا اي حد، مضيق صدر ده لحد وقف اطلاق النار. فلا في حاجات كتير اتعمل. انا لما نزلت بقى ايه جوه حوالي يعني بعيد يمكن حوالي 100 كيلو من القناه، ومفروض مني ان انا اكمل بقى ايه ال 50 كيلو دول ماشي. انت كنت في عمق سينا. طبعا انا ما دي شغلتنا.
ان احنا بنجيب ما عشان الطيران يضرب، الصواريخ تضرب، المدفعيه تضرب، دي شغلتنا. فاحنا من اول الحد الامامي القناه لحد اسرائيل نفسها لنا عناصر شغاله. ما انت فاكر حرب ازاي؟ لا لا ده حاجه، ده حاجه والله بصراحه انا ما ينفعش اتكلم، هو اللي يتكلم بصراحه. هو انا قاعد اسمع من الكلام، ما ينفعش اتكلم. لا انا هسالك سؤال واحد. هل 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 تعتقد ان احنا قدرنا نسجل ده كله صح؟ هل قدمناه صح؟ هل حان الوقت ان احنا نكتبه؟ اه طبعا. بص ولا نسجله ولا نصوره؟ لا هو فعلا احنا محتاجين المزيد من تسجيل الكلام ده وتصويره، يعني لما يبقى معانا واحد زي سياده اللواء وعنده كل هذه هذا الحجم من المعلومات المهمه جدا 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 والذكريات المهمه جدا جدا، ده تاريخ. احنا فعلا محتاجين ده يتسجل ويتكتب. اه في حاجات كتير جدا اتعملت، لكن احنا ما زلنا محتاجين نسجل اكتر واكتر واكتر ونصور اكتر واكتر واكتر عشان الاجيال الجديده دي مساله مهمه جدا. يعني ما ينفعش انا من وجهه نظر الشخصيه واحد زي سياده اللواء نصر كده، احنا قدامنا كنز، الكنز ده مفروض ما نفوتوش. عشان كده انا من المكان ده انا اتبسطت قوي ان في تعاون دلوقتي ما بين الشركه المتحده وبين الشؤون المعنويه، اداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه، واعتقد ان هم يعني اضافه الى يعني ما يفعلوه في مثل هذه الامور هيبقى في انا بعد تاني خالص، هيبقى في بعد تاني مهم جدا جدا في خلال الفتره اللي جايه هيسجلوا اكتر واكتر واكتر. لا اتمنى ان يعني زي سياده اللواء كده هناك، ربنا يديهم الصحه وطوله العمر يا رب، المفروض ما نفوتش المسائل كده بسهوله، ما ينفعش نفوتها بسهوله. يعني سياده اللواء انت اديب وكاتب، انا اعلم جيدا عنك ده، ربنا يخليك، بل على العكس انت عندك قلم ومشاعر وانت يعني انت عشان شاعر فاما هو احنا هل تستطيع ان تلخص لي سطر الخمسين سنة او اليوبيل الذهبي، نحط له شعار نقول ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. الله، آية قرآنية. اشكرك، اوعدني ان احنا نتقابل تاني خلال الشهر ونص دول. اوعدني ان انا ان شاء الله اجيب لك كتاب 180 يوم خلف خطوط العدو المره الجايه باذن الله. ده انا يسعدني ده، تحت امرك، وانا سعيد بوجود حضرتك. واسمحني نيابه عن كل المصريين اللي بيتفرجوا علينا، عن كل المصريين اللي انت قابلتهم واللي انت ما قابلتهمش، ليك ولكل زملائك اقول لك انتوا رفعتوا راسنا. ربنا يخليك، شكرا. واقول لك ان احنا بنعتز بيكم، واقول لك ان انتوا عملتوا لنا حاجه بجد خلتنا ماشيين ظهرنا مسنود ويفضل مسنود بيكم دايما وباللي انتوا عملتوه وباللي انتوا لسه بتعملوه. شكرا. بشكر حضرتك على وجودك معايا في هذه الفقره. بشكرك استاذ وجدي. شكرا. بشكر حضراتكم على المتابعه. نوعدكم مزيد من الحلقات، مزيد من الذكريات اللي احنا لازم نفتكرها، ومزيد من اقول لكم الامثله اللي احنا محتاجين اليومين دول نحطها في ذهننا. اليوبيل الذهبي لحرب اكتوبر، اليوبيل الذهبي لمصر كلها واحتفاليات مصر كلها. نشوفكم على خير بإذن الله. الحياة اليوم.